اختتم نسخته 34 بعد مشاركة واسعة من قبل العارضين من داخل وخارج مملكة البحرين. معرض الخريف سجل إقبالا منقطع النظير من الزوار لما شهده من تنوع للمنتجات التي عرضها أكثر من 557 عارضا من 16 دولة حول العالم، واستقطب المعرض آلاف الزوار من داخل وخارج مملكة البحرين خلال أيامه التسعة، الأمر الذي انعكس إيجابا على تعزيز مكانة المملكة كوجهة تسوق مفضلة على مستوى المنطقة. وخلال تواجده في معرض الخريف حقق المنتج البحريني إقبالا لافتا، حيث حرصت صادرات البحرين على الدفع بالمنتج المحلي وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية وما تتميز به من جودة عالية، وذلك من خلال إشراكهم في معرض الخريف. هذه المشاركة في معرض الخريف تخدم أصحاب الأعمال بالدرجة الأولى وتساعدهم في عملية التواصل وبشكل مباشر مع الزبائن وتعريفهم بالمنتج المحلي. تسهيلات ومزايا متعددة قدمتها صادرات البحرين للمؤسسات المحلية، وذلك في ظل مساعيها الرامية إلى تعزيز مكانة المنتجات الوطنية وتوفير كافة الإمكانيات، وذلك لدى مشاركتها في معرض الخريف باعتباره أكبر حدث تسوقي على مستوى المملكة. صادرات البحرين على تحفيز القطاعات المختلفة والترويج للمؤسسات القائمة في البحرين. نحن فخورين بتعاوننا مع شركة انفورما ماركتس المسؤولة عن تنظيم معرض الخريف للعام الثاني، وذلك لتسليط الأضواء على المنتجات المحلية التي تم تصنيعها محليا وتقوية مكانتها وتعزيز مكانتها وتقوية جودتها في الأسواق المحلية إلى الأسواق العالمية. هاي السنة الثانية اللي نشارك فيها في المعرض الخريف، المرة الأولى كان ما شاء الله نجاحنا كان وايد باهر، نتأمل إن شاء الله هالسنة نجاح أكبر طبعا بدعم من صادرات، شكر لهم وايد ساعدونا أن إحنا نتمكن من دخول السوق وننتشر بشكل أكبر في أكثر من مكان مو بس في البحرين. صادرات البحرين لهم الشكر الجزيل، ما قصروا العام والسنة، ضافونا في معرض الخريف وكان له طابع كبير ونسبة دعم كبيرة إلى المشروع ككل. يعني العام دشينا مع صادرات البحرين مباشرة، من بعدهم تم تطوير المشروع 180 درجة حتى وصلنا إلى السجل التجاري فتحناه مباشرة من بعد المعرض. معرض الخريف أتاح لنا الفرصة بزيارة مجموعة كبيرة من العملاء، بحيث أن المنتج يعني صار عليه إقبال كبير من ناحية الملصقات، من ناحية الطعم، الجودة، ويعني وصار لنا إن شاء الله في وياهم تعامل يعني إن شاء الله مستقبلا، ونتطلع أن احنا نتشارك في المعارض العالمية مستقبلا. هذه الخطوة التي اتخذتها صادرات البحرين للسنة الثانية على التوالي عرفت رواد المعرض على التاجر البحريني وإنتاجه المتميز، وفتحت أمام المشاركين أفاقا رحبة للتواصل مع الزبائن بشكل مباشر وخلق قاعدة جماهيرية للمنتج الوطني. اليوم وايد شعور جميل ان انت تشوف مشاريع بحرينية ما شاء الله تنافس العالمية. اليوم في قسم صادرات البحرين يعني انبهرت صراحة بالمنتجات اللي شفتها، تذوقنا بعض المنتجات، جربناها، فلقينا ان فعلا اليوم احنا في مملكتنا الغالية البحرين قاعدة تطلع من عندنا منتجات تنافس المنتجات العالمية، وفعلا هاي اللي يحتاجه اليوم السوق. ومعرض الخريف اليوم هو واجهة حق ان يقدرون يروجون ويظهرون اكثر على الصعيد المحلي وحتى على الصعيد العالمي. اليوم جناح صادرات البحرين اللي يتميز بعض المنتجات البحرينية ويوصلها للأسواق العالمية، وهذه المعرض فرصة حلوة ان نشوف المنتجات البحرينية وايضا الدولية في نفس الوقت، مثل ما تشوف عارضين جايين من أغلب الدول في العالم، مما يؤكد على نجاح وقوة هذه المعارض التسوقي. جهود متواصلة وعمل دؤوب تحرص صادرات البحرين على القيام به لدعم المنتج المحلي وتحقيق الانتشار له على المستوى المحلي والخارجي، ما يلعب دورا كبيرا في تحقيق هوية فريدة وموحدة للمنتجات المصنعة في البحرين. تسهيلات نوعية تقدمها صادرات البحرين
لعدد من المشاريع البحرينية لتفتح آفاق الانتشار لها من خلال إشراكها في معرض الخريف، والتي اعتبرها المشاركون فرصة ذهبية لتعريف الزبائن بالمنتج البحريني. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.